أهلا بكم. في السنة الماضية قامت وكالة السفر بجمع بيانات بشأن عدد التذاكر الفردية التي تم بيعها للذهاب إلى مناطق البحر الأبيض المتوسط، مبيعات التذاكر شهريا موضحة أدناه، ما هو أفضل وأسوأ شهر لبيع التذاكر؟ إذن ما تم إعطاؤنا إياه هذا التمثيل البياني، هذا عادة يسمى دائرة مجزأة أو تمثيل مجزأ لأنه يبدو مثل دائرة ومقسمة إلى قطع، أحيانا يسمى مخطط دائري، لكن دائرة مجزأة شائع أكثر. وقيل هنا أنها مبيعات التذاكر شهريا، إذن كل قطعة تمثل المبيعات في شهر محدد. على سبيل المثال هذه القطعة باللون الأزرق هنا تمثل المبيعات في شهر كانون الثاني، وبهذه الطريقة تم ضبط الدائرة المجزأة. كل قطعة أصغر أو أكبر تعتمد على النسبة التي تمثلها. على سبيل المثال تم إخبارنا أنه في شهر كانون الثاني بيع 18% من مجموع مبيعات التذاكر. إذن إذا قمنا بجمع كل هذه النسب يجب أن تكون 100%، وليس فقط أنه بيع 18%، لكن القطعة في هذه الدائرة المجزأة يجب أن تشكل 18% من المساحة للدائرة الداخلية، إنها 18% من الدائرة. إذا أردنا أكل هذه القطعة نكون قد أكلنا 18% من الدائرة. وهذه الطريقة. الآن لنفكر في السؤال، ما هو أفضل وأسوأ شهر في مبيعات التذاكر؟ إذن أفضل شهر من الواضح أنه الشهر الذي تم فيه بيع أكبر نسبة من التذاكر. في الواقع لقد بدأت من كانون الثاني، وهذه هي دقة الدائرة المجزأة. لسنا بحاجة حتى إلى النظر إلى الأرقام، كانون الثاني يمثل أكبر قطعة من الدائرة حتى لو لم نرى الأرقام. إذا كان أحد لا يستطيع القراءة فقط يمكن النظر إلى هذا والقول ما هذه القطعة الأكبر من الدائرة. عندها نقول فورا هذه القطعة الأكبر من الدائرة هنا، إنها تمثل أفضل شهر لبيع التذاكر لأنه تم بيع 18%. يمكننا رؤية هذه 18% أكبر من كل هذه النسب هنا، لكنه واضح فقط من النظر إلى الرسم هذه أكبر قطعة. الآن ما هو أسوأ شهر لبيع التذاكر؟ حسناً، الآن فقط علينا إيجاد أضيق قطعة من الدائرة. وإذا نظرنا إلى هنا، أضيق قطع هنا، إنها في الصيف شهري حزيران وتموز وشهر أيار، لكن الأصغر هما حزيران وتموز. وهنا تكون الأرقام مفيدة لأنه عندما ننظر إلى التمثيل فقط، عندما نلقي نظرة عليه لا نكون متأكدين هل هاتين نفس الشيء أو أنهما فقط تبدوان نفس الشيء. هنا تصبح الأرقام مفيدة وقيمة، وبالاعتماد على البيانات التي لدينا ويبدو أنه الأسوأ في بيع التذاكر، الأسوأ في بيع التذاكر في كلا هذين الشهرين، تم بيع فقط 3% في كل شهر. إذن أسوأ شهر في بيع التذاكر هما حزيران وتموز. إذن حزيران وتموز هما الأسوأ. الأفضل هو كانون الثاني، وبعد كانون الثاني الشهر الأفضل التالي هو. في الواقع لم يتم سؤالنا عن هذا، لكن لدينا المخطط أمامنا وربما نسأل عن أي منها. ما هو الشهر الأفضل التالي؟ يبدو أن تشرين الثاني أفضل قليلا من كانون الأول، لكن بشكل عام من الواضح أن أشهر الشتاء أفضل في بيع التذاكر من هذه الأشهر هنا. أعتقد أن الناس يحاولون الابتعاد عن البرد. إلى اللقاء.